أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، معشر حجاج بيت الله الحرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن من أوكد الأخلاق وأهمها والتي ينبغي أن يستحضرها الحاج وأن يوطن نفسه عليها في هذه الرحلة المباركة، في هذه الزيارة الميمونة، خلق التعاون. فالتعاون سمة وصفة للمؤمنين، والله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالتعاون خلق من أخلاق القرآن، وفضيلة من فضائل الإسلام، وجانب من هدي الرسول عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. ومن المواطن والمواضع التي يحتاج فيها الإنسان إلى إحياء هذا الخلق وإلى عون إخوانه رحلة الحج والعمرة، فإنها في حقيقتها حل وترحال وظعن وانتقال. والحجاج فيهم الكبير وفيهم الضعيف وفيهم المرأة وفيهم المريض وفيهم المصاب وفيهم المبتلى وفيهم الفقير وفيهم الجاهل، فيحتاج الإنسان إلى عون إخوانه. ومن واجب القادر في تلك البقاع الطيبة الطاهرة أن يمد يد العون لإخوانه بكل ما يسر الله سبحانه وتعالى، فيطعم جائعهم ويكسو عاريهم ويغيث ملهوفهم ويرشد ضالهم ويعلم جاهلهم ويعين ضعيفهم ويقدم سقيمهم ويؤثر ضعيفهم بكل ما آتاه الله سبحانه وتعالى من قوة. فإن تلك البقاع الطيبة الطاهرة تتضاعف فيها أجور صوالح الأعمال ومحاسن الأفعال، كما تتضاعف فيها أجور الطاعات والعبادات والقربات والأعمال الصالحات. فإن المؤمن كل حركاته وسكناته ونوماته ويقظاته يحتسبها في تلك الأرض وفي تلك البلاد عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى. أخي الحاج، يكفيك شرفا وفخرا وثناء ومدحا أن تكون خادما خدوما لضيوف رب العالمين. هؤلاء الحجاج هم ضيوف استضافهم الله تبارك وتعالى، قوم وفدوا على الله عز وجل في بيته، فأنت بخدمتك وعونك ومدك ليد العون لهؤلاء الضعفاء والمرضى والعجزة وكبار السن والمبتلين وما إلى ذلك، بمدك يد العون لهم ترضي ربك تبارك وتعالى في ضيوفه، في من وفدوا عليه عند مهبط الوحي ومهد الرسالة. فكن ذا يد ممدودة بالخير، ممدودة بالعطاء، ممدودة بالعون لجميع إخوانك في عرفة، في منى، في مزدلفة، في الفندق، في المسجد الحرام، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، على قدر الوسع والطاقة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.